تجمهر كبير وسط مدينة زنجان دون أي بيان إلى هذه اللحظة. توجد بعض اللافتات تندد بترشح سيف الإسلام القذافي، ولكن هناك تجمهر كبير، لا توجد بيانات، لم يصدر أي بيان إلى هذه اللحظة. قوة عسكرية مسلحة من الزنجان والصومالية، هناك تجمهر كبير، لا يوجد أي بيان، لم يصدر أي بيان هذه الليلة، سواء من جهات العلاقة، من المؤسسات، من المجالس العسكرية، حتى من مختلف القوات المسلحة داخل زنجان لم تصدر أي بيانات. ولكن هناك تجمهر كبير مسلح وسط الجزيرة الرئيسية داخل مدينة زنجان كما شاهدنا في الصور. هناك بيان مترقب غدا لبعض التكتلات ربما السياسية والعسكرية داخل المدينة. هذا ما هناك إلى هذه الليلة لتأكيد الحدث. التجمع يكاد أن ينفض، كانت هناك تجمهر كبير من حوالي نصف ساعة، انتهى هذا التجمع. ننتظر إلى غد ماذا سيحدث. محمد القرش، أزنتر.